في النقاش التفاعلي لمجلس حقوق الإنسان حول الجلسة الطارئة الخاصة بمكافحة التمييز العنصري وكافة الأشكال والأنماط المعاصرة للعنصرية، أكدت المملكة العربية السعودية دعمها للجهود الدولية لمكافحة جميع أنواع التمييز العنصري، وذلك استنادا إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تحظر التمييز بين الأشخاص بكافة أشكاله وجميع صوره بما في ذلك التمييز العنصري. إن المملكة العربية السعودية تؤكد التزامها بحظر التمييز وكافة الأشكال والأنماط المعاصرة للعنصرية، وتدعم كل الجهود الدولية في هذا الإطار، وذلك استناداً إلى التزام المملكة بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحظر التمييز بين الأشخاص بكافة أشكاله وجميع صوره بما في ذلك التمييز العنصري. إننا يساورنا القلق إزاء تزايد الأحداث المرتبطة بالعنصرية والتمييز العنصري والإرهاب والتطرف وكراهية الإسلام. كما عبر المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير دكتور عبد العزيز الواصل عن قلق المملكة إزاء تزايد الأحداث المرتبطة بالعنصرية والتمييز العنصري والإرهاب والتطرف وكره الإسلام، وفشل بعض الدول في إيقاف التمييز العنصري بسبب تراخيها في مكافحة خطاب الكراهية والتفوق العرقي بحجة حماية حرية التعبير. تؤكد بلادي على أنه لا يمكن التذرع بممارسة الحق في حرية التعبير والرأي من أجل بث الدعوات والأفكار العنصرية التي تؤدي في نهاية الأمر إلى انتهاك للحقوق واعتداء على الأفراد. مع تأكيدنا على حق الجميع في حرية الرأي والتعبير في إطار من الوعي والمسؤولية واحترام الآخر تحقيقا للتسامح ونبذ الكراهية. هذا وقد تقدمت المجموعة الإفريقية بمشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان حول مكافحة العنصرية وعنف الشرطة ضد الأقليات العرقية، ويطالب مشروع القرار بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لإثبات الوقائع والظروف المتعلقة بالعنصرية وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات ضد الأفارقة والمنحدرين من أصول إفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. المبادئ والقيم الإسلامية التي تتبناها المملكة العربية السعودية تؤكد الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته ونبذ العنصرية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.